ومباراة اليوم مشاهدينا أكون أو لا أكون لكل فريق. النهاردة كل فريق يسعى من أجل الفوز عشان يكون موجود في المقدمة من أجل أمان. سبتمبر العام الماضي لما شفنا نادي سيراميكا كليوباترا حامل لقب يتواجد في هذه البطولة بالنظام الجديد في تواجد 4 أندية مصرية، حامل لقب الدوري، حامل لقب الكاس، وصيف بطل الدوري وبطل كاس الرابطة. عرضية رأسية ولكن لسه عطف الشمال، تصل على الشمال لصالح فريق زد، لمسة ولكن تقلش وتصويب، ولكن فين عبد الله مجدي والتصويب القوية الصاروخية، ولكن راحت فين؟ في المدرجات، لوحده خالص لوحده خالص، والكرة كمان حلوة جميلة متأشرة لقدم عبد الله مجدي ولكن بشكل غريب طلعت بره الملعب. ادي الالشب من رأفت خليل، ودي التصويبه بقدم عبد الله مجدي ولكن طلعت وراحت وهربت وطلعت بره، تبقى ضربه المرمى الان لصالح فريق فاركو. النهارده الكابتن احمد خطاب في مرمى بيراميدز في الجوله الاولى، على طول المخالفه، مخالفه بقدمين بقدم وليد علي، وليد لسه وليد يلعب عرضيه راسيه ممتازه، ممتاز خطوه على طول بلمسه هوبا خطيره، ولكن في احضان الحارس عمرو حسام، ولكن في تسلل موجود لصالح نادي الزيت اف سي. ادي سيف الخشب، بسم الله ما شاء الله طول وقامه ولعيب ممتاز من ابناء الجونه، ولعب مع اسوان ولعب مع المقاولين، واول لقاء ليه مع نادي الجديد نادي فاركو بعد ما انضم. الساندا محمود عماد على الشمال، جميلة خطيرة متى خطورة، سيف تيري ولكن راح تطفي الشمال، طرفت لحى كورت تيري، سيف تيري مع اللاعب طبعا وهو محمد رضا، ترجع لجابر على طول محمود عماد، كرة طولية في أحضان الحارس وهو عمرو حسام، يمسك كورت عمرو حسام، حارس عنده خبرات جيدة مباشرة لفرقة نادي زيت اف سي. احمد ابراهيم كرة طولية خطيرة والراسية الحلوة، ممتاز احمد عوض يحط دماغه ويطلع كورته في التهوية الصح، لو عدت كان ممكن يكون هدف اول لزيد في هذه اللحظات، ولكن ممتاز قلب الدفاع واللاعب احمد عوض. هذه العادة مرة تانية، الكرة الطولية جميلة جدا جدا ولكن بامتياز يطلع كورته احمد عوض، وحصل التحام بين الحارس محمود السيد مع لاعب زيد وهو اللاعب مصطفى كاجو. سلامات للحارس محمود السيد حارس مرمى نادي فاركو ان شاء الله. على طول جابر كامل باك الشمال، وادي سيفتيري مهاجم السوداني، اماميه ترجع ناحيه محمد سمير، راسيه تترد تصل ناحيه شادي حسين، محاوله هجوميه شادي، لسه معاك كرة شادي، الهجمة عرضية رأسية من اللاعب محمود عماد، جابوها لعيبي زيد مرة تانية، لمس على اليمين ناحية محمد رضا بالعرض لبيتر، بيتر يطلع كورته الأمام رأسية على طول من مجاسة، تصويبة حلوة الهدف، الله 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 عليك يا ولد، الله نجم هداف قناص غير عادي شادي حسين، بلمسه كلها مهاره، بلمسه كلها لمسه جميله جدا بقدم نجم النجوم الهداف القدير شادي حسين، المطرقه يسجل هدف جميل، هدف التقدم يا سيده في الدقيقه 42 من نهايه الشوط الاول، لمسه مهاره، لمسه بفنيات كبيره، اقول لك ايه اعيد لك ايه، لعيب هداف قناص غير عادي بكل تأكيد. هذه العرضية ثم الراسية ثم اللمسة الجميلة ببطن القدم في الزاوية الصعبة على الشمال، الحارس محمود السيد عشان فريق زد يتقدم الآن بالهدف الأول في المباراة. أول هجمة خطيرة على المرمى، دي الهجمة الوحيدة الخطيرة على المرمى، قدر زد يسجل هدف التقدم مع لحظات اخيره من عمر الشوط الاول. اول قعد الوقت بدل الضايع من عمر الشوط الاول، وحكم اللقاء ادانا 3 دقائق وقت
بدل ضيع. الراسية خطيرة وبالتصرف فين يا راجل؟ مش ممكن مش معقول، راسية ذهبية، راسية ممتازة من عمرو جمال، وتصويبة غير عادية وغير جيدة بقدم اللاعب سفتيري. هذه العادة مرة تانية، الكرة الطولية ثم الارتقاء والراسية المية مية ثم المتابعة والتصويبة القوية بالقدم اليسرى بقدم سفتيري، ولكن راحت كرة طولية. والان حكم اللقاء بيصفر بنهاية الشوط الاول، وتقدم زد على فاركو بهدف واحد مقابل لاشيب. هدف جميل بتصوبة جميلة بقدم النجم شادي حسين في الدقيقة 42 من عمر اللقاء. الشوط الاول حسنة، والحسنة هو هدف الوحيد حتى الان في المباراة. شادي الله بشكركم، استراحة ثم نعود، فإلى اللقاء. مهاجم نادي فاركو الشوط الثاني هيبدأ الان هنا في استاد الحارس في الماكس، والشوط الثاني هيبدا او بدا الان. في تغييرات بين الشوطين، على الشمال رفعت خليل سابها لاحمد ابراهيم، ابراهيم عدى راح سريع غير عادي، انطلاقه ممتازه برؤيه حلوه بعرضيه ساحره تصويب، ولكن فين يا راجل؟ فين يا راجل؟ مجاسة وتصويبة قوية من اللمسة الواحدة بالقدم اليسرى، ولكن راحت فين؟ بعيدة كل البعد على المرمى. احمد ابراهيم يعمل انطلاقة ويعمل عرضية ساحرة، والرؤية جيدة بقدم احمد ابراهيم، والتصويبة واللمسة الاخيرة غير جيدة بقدم المهاجم الموريتاني ماتا مجاسة، من تسجيل هدف تاني يصعب المهمة على فرقه. ما فيش كلام، لمسة جابر كامل، راسية خطيرة، يا الله ضربة الراس من سيف العجوز، طويل وغير عادي وسريع وهداف، عمل ارتقاء، عمل الجنب العالمي. هذه العادة مرة تانية، عرضية غير بقدم جابر كامل والجنب العالمي، ولكن الراسية الغير جيدة من سيف العجوز. هذه العجوز والراسية، ولكن تعدي وطلع بره بجوار القائم الايسر الحارس عمرو حسام. لي على طول مصطفى كاج، والدفاع من عمرو جمال، اطعب وليد علي عاوز يعدي عدى فات، لمسه بتصويبه خطيره، ولكن دفاع مية مية بقدم عبد الله بكري، تصل على الشمال ثانيه سيفتيري، ضغط عادي من لعب فرق، ولكن في المقابل استماته دفاعيه ممتازه، طولت في اللمسه الاخيره، طولت في اللمسه الاخيره، هجوم معاكس بتقطوره تعدي، ولكن في احضان الحارس الامين وهو عمرو حسام. اثاره واي اثاره، سخونه واي سخونه، حاليا في ثواني اخيره متبقيه خلاص على نهايه المباراه. زيد متقدم حتى الان بصعوبه، هدف واحد مقابل شهاده التسجيل، هدف التعادل في مرمى عمرو حسام، لمسه عبد الرحمن، الكره الطوليه ناحيه احمد رشيد بالعرض لبيتر، بيتر استلام على الشمال، طاس رقم 20 محمود نبيل، والهجمه لفريد زيد، محمود باصه بينيه حلوه خطيره لوحده، التصويب والهدف التاني، جول جول الهدف التاني، فريق زيد اف سي يخلص المباراه ويسجل يا ساده الهدف التاني، عملوها تاني ويسجلوا هدف تاني في الدقيقه 7+90 من نهايه المباراه، علشان زيد يؤكد تفوقه وتغلبه على فرق اليوم بهدفين مقابل لاشيب. بص الباصه الحلوه، بص الباصه البينيه، بص الباصه المية مية بقدم محمود نبيل، والتحرك روعه واستلام اروع وتصربه جميله جميله على طول بالقدم اليسرى بقدم احمد رشيد، عشان فريق زد يسجل الان الهدف الثاني ويؤكد تفوقه وتغلبه على فرق اليوم في لقاء الجوله الثانيه في هذه المجموعه، المجموعه الثانيه هزيمه اولى لفرقه في هذه المجموعة، وفوز أول لزد في هذه المجموعة.